هي حالات تتكرر بين الفينة والأخرى على طول السياج الحديدي المحيط بمدينة سبتة المحتلة. أفارقة من جنوب الصحراء يحاولون اقتحام المدينة في آخر مرحلة لهم من رحلة ولوج أوروبا عبر الثغر الإسباني المحتل. المهاجرون استطاعوا القفز من على سياج الحدودية المزدوج والممتد على طول أزيد من 8 كيلومترات وارتفاع يزيد قليلا على 6 أمتار. استغلوا أضعف نقطة في مراقبة تحرك المهاجرين بسبب فشل الكاميرات في اكتشافهم، فتمكنوا من الوصول إلى المدينة المحتلة. عددهم 800 مهاجر، أصيب منهم حوالي 132 مهاجرا أثناء محاولات الحرس المدني الإسباني منعهم من دخول المدينة، منهم 11 حالة تم تحويلها إلى مستشفى جامعة سبتة بسبب إصابتهم الخطيرة أثناء القفز من على علو 6 أمتار من السياج الحدودي.